في شيء جميل ووديع كمان, بس ده كان قاسي وكان متوحش مش إنسان. دلوقتي رقيق قربوا يا طيور, معرفش أنا كنت بخاف إزاي من نوم بقطير. بصيت بحنان انا قلت ده ايه, حتى في اللمسه ما ارتعشتش وخافت ليه. ده حلم عبيط خبلني الشوق, لكن دي بصت وانني كان كله ضوء. ده مش معقول, ما خطرش في بال ولا ظرف خيال. مين كان يصدق قلبهم الاتنين يمين؟ عجيبة أنا استنى يومين ونشوف العين. الحلم ده هو عمره قصير ولا طويل؟ على فكرة الحلم ده ممكن يبقى عمره طويل.